اليوم بالحفل السنوي للجي سي اي بالتاكيد نحن بنبارك جهودهم طوال يعني من خلال معاصره يمكن نشاطاتهم او متابعه نشاطاتهم وكونهم ايضا شريك للوزاره ببعض المبادرات المجتمعيه خلال العامين الماضيين اثبتوا فعلا بانه هن عم يحملوا هويه الشاب السوري المثقف والواعي واللي عم يحمل قضايا وطنه بطريقه كثير عمليه سواء من خلال النشاطات اللي بيقوموها على المستوى المحلي وسواء بتمثيل سوريا ضمن المنابر اللي هي الغرفه الفتيه الدوليه ممكن انها تكون موجوده فيها على المستوى الدولي واللي عم تبرهن بانه دائما الشاب السوري هو شاب اولا بيحترم نفسه بيحترم وطنه بالتالي بيقدر انه هو يكون معطاء. 2018 حيكون في عنا استراتيجيه جديده كونه اليوم نحن داخلين باعاده اعمار سوريا بدنا نستغل الطاقات البشريه الموجوده عنا فكانت استراتيجيتنا او حتصير استراتيجيتنا لعام 2018 هي الاهتمام بالمسؤوليه المجتمعيه لهيك رح تترسخ المسؤوليه الاجتماعيه ورح تصب بمشاريع رح تصب بفعاليات رح تصب بورش عمل بدورات تدريبيه للتوعيه بالمسؤوليه الاجتماعيه. خلال عام 2007 اداء الغرفه بشكل كثير ملحوظ، كان في عندنا نسبه نمو بعدد الاعضاء والمشاريع بنسبه 150% بالوقت اللي الستاندرد تبعنا عالميا هو 5%. عملنا خلال هذه السنة 52 مشروع فعالية. الحمد لله نحن 2017 حققت نجاحات كبيرة وملموسة وكان في إمباكت كتير قوي على الأرض، كان في أثر عالي خصوصي بعدة مشاريع. أنا هاي سنة 2017 كنت مديرة مشروع هابي أكتف سيندروم اللي ساعد على توظيف 12 شب وصبية من متلازمة داون. جبنا أيام عالمية وطبقناها بقلب الشام لحتى نوعي الشعب بشي هو يمكن بيعرفه بس نذكره فيه، فمثلا مثل يوم الصحة العالمي، يوم المرأة العالمي، يوم الأزياء العالمي، يوم اللغة العربية كان الفعالية اللي ختمنا فيها هي السنة، عملنا أنسية شعرية وشجعنا الشباب إنه هنن يكتبوا شعر وبنفس الوقت يحكوا بكل طلاقة ونقيمهم على هذا الشيء. كما هو عنوان اسم الجي سي آي هو تجمع لمجموعة شباب، لمجموعة فتيان، ناس عندهم طاقة وعندهم الرغبة بإجراء تغييرات إيجابية. هالمجموعات هي عم تقوم بعدة مشاريع، وأنا من مواكبتي للجي سي آي فهذه المشاريع لها علاقة، يعني لها جانب ثقافي اجتماعي خدمي تنموي.